اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم باللي راح نعرضه لكم او باللي عندكم من مواضيع حتى نقدر نحكيها او تسولفون بها باثناء الحلقه على اي رقم من ارقام البرنامج. ارقام البرنامج اللي تشوفوها بالاسفل تقدرون تتصلون بينا باي وقت من الحلقه، لكن في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان تقدرون ايضا تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم الاخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي بصفه اشاره برنامج الواتساب. اتمنى تكون رساله مكتوبه متبوعه بالاسم والمكان، نقراها ان شاء الله بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف اليد العاملة الأجنبية واستمرار التظاهرات الرافضة لهذه القضية اللي تأثر على مسير الحياة بالنسبة للشباب العراقي وتزيد من معاناتهم. اليوم الظاهرة وعدد من العاطلين عن العمل أمام مبنى ديوان محافظة البصرة، طالبوا المحافظة وطالبوا السلطات هناك أن تلقي حل لانتشار البطالة، تلقي حل وتوقف استخدام العمالة الأجنبية إلى البلد. هذا الشيء اللي صار يأثر على فرص الشباب ويزاحمهم بإيجاد فرص عمل وهم أولى بهاي الوظائف. خلونا نشوف. العامل باكستاني وابن الشابع نوم، البصرة أم الخير تاكل خبز شعير. كلام يأثر، كلام يأثر لما نشوف الشباب العراقي وبيهم مهندسين وبيهم خريجين ما يلقى شغل، بوقت نلقى البنغالي والهندي والصيني والكوري ويشتغلون بوظائف باكستاني بمرتبات مخيفة. يعني أحد الفيديوهات اللي طلعت ببرنامج صوتكم متأكد وأثبتت أن راتب الموظف الأجنبي بين 60 إلى 70 ورقة. تخيلوا هذا الحال. عدد من المتظاهرين أيضا قالوا أنه أكو تساهل ويا العمالة الأجنبية ويا العمال الأجانب من الجهات الحكومية، الجهات المعنية بتوظيفهم، من ناحية إصدار تراخيص العمل، بإيجاد أماكن للإقامة، بالنقل، بكل شيء، بكل شيء أكو تساهل لهم، بكل سهولة يحصلون كل شيء مقارنة ويا المواطن ويا العامل المحلي ويا يد العاملة المحلية. وأغلب الموظفين المستقطبين حاليا حسب تأكيد المتظاهرين هم من الجنسيات التالية: هندية، إيرانية، باكستانية، بنغلاديشية. يتقاضون أضعاف أجور العامل العراقي. خلونا نشوف. اكو عالم باعت عرضها للاجنبي على مود يظل بالشركات. هاي العرب كلها قاعده، ليش والله العظيم ما يصير؟ يجيب بصري، يجيب عراقي شغل، يجيب لي باكستاني، يجيب لي هندي، يجيب لي ايراني، ليش يجيب ايراني؟ على مود يستفاد به، يطيب الشهر 10 اوراق ويستفاد بالباقي، هسه قاعدين من 8، لا حد طلع عنا، لا حد شافنا، لا حد قال، سيد المحافظ طيط وطلع قبل، ما يصير. يا اخ والله مو وضعيه. شوية استحوا، شوية حسوا على أرواحكم. اليوم من البصرة إذا أريد ياخذ تصريح من مكتب تشغيل مستحيل يعطونا تصريح، بس إذا يجي الأجنبي هو بالمطار يجي التصريح، تخاذل واضح. أنا أكو شغلة أريد أفتهمها، القط واصل للأجانب؟ ما شاء الله، الفساد يعني واصل لليد العاملة الأجنبية حسب اللي قالوه، أنه ليش يجيب أجنبي أو إيراني؟ لأنه هو مستفاد من عنده شهرياً يعطي 10 أوراق من راتبه. فتخيل، تخيل انت المسؤول العراقي اللي جايب 4000 موظف، اذا كل موظف 10 اوراق، 1000 في 4000 رقم مو طبيعي.
واني اقول العراق ما شاء الله كلها راكبه تاهو، كلها مشتريه قصور والذهب وغيره، وهالفلوس منين؟ هسه افتهمت. سؤال، هسه اذا انتو يلي دا تحكمون من مدير عام الى مدير بلديه الى محافظ الى بيشتغل اداري بالمحافظه الى رئيس الوزراء الى برلمان الى قاضي، انتو مو مناصبكم. افترضوا هسه انتو طلعتوا من مناصبكم كلكم، ايش قد 5000 6000 7000 10000 100000 واحد كلكم طلعتوا من مناصبكم وطشيناكم بالعالم، نقولهم للعالم يابا احنا عندنا ذولا 100000 ما نريدهم اخذوهم، راح يشغلوكم بمقابل شخص عاطل عن العمل من ذيك الجنسيات؟ يعني مثلا حيدر العبادي اللي يملك جنسية بريطانية هو أولاده، لما يرجع إلى إنجلترا أولاده راح يعاملون كأنما إنجليز، بينما أنا إذا رحت لإنجلترا أو أصلا ما أحصل فيزا حتى أروح لإنجلترا، فحتى هناك أكو تعامل غير شكل ويانا. لا بالعراق العراقي مرتاح، ولا خارج العراق العراقي مرتاح، ولا قادر يروح المكان يحصل يعيش بيه. وقال لهم يا بدزونا الغير مكان وخلصوا من عندنا، وتاليت هالعراقي قاعد جوا يا بشغلوني، ما حد داير لهم بال. والهندي والبنغالي والباكستاني والإيراني والصيني والكوري متنعم. ندى الزيدي تقول حقهم، ليش أجنبي شغلوه عراقي؟ لا، علما أكو وزارات تنطي رواتب أجانب بالدولار، وعراقي عنده أعلى تحصيل علمي قاعد بالبيت. علي الخفاجي، والله جريمة، ابن البلد حسرة عليه الشغل ويجيك باكستاني يشتغل ببلدك ويستلم بالدولار. وجعفر الجعفر يقول، مع الأسف يومية وفد من الهنود بالمصفى وشباب البصرة عاطلين عن العمل. وماهر السعيدي يقول، عمي انتم الحدث ما عرفتوا هاي الحكومة جابتها أمريكا وإسرائيل وإيران، إلى متى هذا الحكي؟ ستكون أحسن ماكو فايدة، حلم العملاء هذا هو، لو الشعب كله يثور عليهم ماكو حل. فكان هذا تعليق الأخمار على قضية اليد العاملة الأجنبية. هاي اليد العاملة الأجنبية اللي كثرتها راح تسبب مشاكل، وأصلا هي مسببة مشاكل هواية. العراق اللي معتمدة بشكل كامل، أو خلينا نقول اللي معتمدة ميزانيتها بنسبة 90% على قطاع النفط، اللي يشتغلون بهذا القطاع أجانب مو عراقي. يعني البلد يعتمد بميزانيته على باب من أبوابه، باب واحد، وابن البلد ما مستفاد من عنده حتى بشغل. أتمنى يروحون يقرون الأنظمة السياسية، النظام الاشتراكي، النظام الفيدرالي، النظام البرلماني، النظام الرئاسي، النظام الجمهوري، النظام الملكي، النظام الماركسي، النظام الشيوعي، النظام النازي، أي نظام من الأنظمة، أي نظام من الأنظمة مهما كان هذا النظام في تلك البقعة، دكتاتور، ديمقراطي، ملكي، وراثي، رئاسي، جمهوري، أتمنى يروحون يقرون ويشوفوا لي بذيك البلدان بهاي الأنظمة، وخلي يبدون بالأنظمة الدكتاتورية. لما أجنبي يروح ذيك الأنظمة، يعني لما يروح عراقي إلى ألمانيا في زمن النازية يشتغل إذا أكو بديل عنا ألماني؟ أنا واحد من الناس، لما تخرجت أنا كنت خارج العراق أدور شغل وما ألقى شغل، لأنه كان أكو بديل إلي من أبناء البلد، وحقهم حقهم، ما زعلت لأن حقهم. يقول لي أكو بديل إلك، إذا احتاجينا واحد وما لقينا أحد نلقاك.
إذا صار فراغه ما لقينا أحد من أبناء البلد، أنت أول اللي موجودين. وأنا متخرج بتخصص وعندي شهادة وشهادتي الأول على دفعتي، الأول على دفعتي، بس مو بلدي، فما قدرت أشتغل. وهاي متخصص بشيء ودا أشتغل بالإعلام، صار لي راح أطخ 20 سنة. وبالعراق العراقي متخرج وبيهم أوائل وبيهم حملة شهادات عليا وبيهم مجانيين وبيهم عقود، ويقول لك الله يخليك شغلني، يابا أبوس إيدك شغلني، يابا بس شغلني حتى أستلم راتب حتى أقدر أعيش، يابا بس سوي وياي أي شيء حتى أقدر أمشي حياتي. والعراقي حاطي إيده هيك على خده ويباوع ويشوف البنغلاديش يطب الحق للنفط ويستلم 60 ورقة بالعافية، يقعد على الرصيف يباوع على 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 حق للنفط مالته، وهذا حق للنفط عراقي، والعراق معتمد 90% على ميزانية النفط، ويشوف الإيراني طب يشتغل براحته، وراها يجي الهندي، وراها يجي الصيني، وراها يجي الكوري، وتطلع فيديوهات من هناك لما نشوف مطاعمهم والمعيشة مالتهم ورواتبهم، والعراقي ما لاقي عيش. تالية العراقي آمن يقول يا باني ما لي فرصة عمل بهذا البلد، خلي اروح اقدم على الرعاية الاجتماعية يعطوا 170 ألف. هاي اذا نطوا يا با اوكي خلينا اروح اطالب بحقي، يروح يوقف في مكان الله يخليكم شغلوني، يجون مكافحة الشغب يكتلوه. دا تشوفون الحلقة اللي دا يصير بها المواطن، لا محصل شغل، لا محصل رعاية، لا محصل حتى يحكي. زين شي سوى هذا؟ وين يروح؟ بوقت عدوا وياي تجار المخدرات ما شاء الله مرتاحين، تجار الـ الأشياء اللي العراقيين ما يعرفوها مرتاحين، تجار الدم أمراء اليوم بالبلد، القتلة المأجورين والكاتم والدراجات والحرامية عايشين، داله والأحزاب اللي بقوم بالمليارات عايشين، بينما المواطن اللي يريد يشتغل مثل هالشباب ما. يعني انتوا لاحظتوا واحد ايش كاتب بالقطعانية هسه انتبهت لها، يقول إن أردت أن تحصل على فرصة عمل في البصرة فعليك فقط أن تحصل على الجنسية الأجنبية، الملوثات لنا وخيرنا الغيرنا. شوف ايش قد مدقوق، ايش قد محروق قلبه اللي حكى هاي الكلمه. نطلع يابا من العماله الاجنبيه، خلونا نعيش بداخل العراق. راح يجينا واحد يقول ايش دوختونا بالعماله الاجنبيه، وحكوا الهنود وحكوا الباكستانيين هم محتاجين شغل وجو يشتغلون يمنا وبالعافيه عليهم. يابا اوكي تمام اقبل وياك. عندنا ناس تشتكي اليوم من العراق بسبب الارتفاع المو طبيعي والمطرد والخيالي والخرافي بالأيام الأخيرة بأسعار اللحوم الحمراء. هذا كله دا يصير شوكت شهر رمضان المبارك على أبواب، ما باقي لش كم أسبوع، 3 يمكن، والحكومة ولا إلها علاقة وعاجزة ومقعدة وقاعدة على كرسي وشلل وكل شيء، كل أمراض وعلل الدنيا بي، لأنه ما يقدرون يكبحون جماح الأسعار ويحدون من تأثيرها على العراقي اللي ما لاقي يعيش. واللي صاروا العراقيين اليوم ما يقدرون يأمنون مادة اللحم الأحمر موائدهم. وصل سعر الكيلو غرام الواحد من اللحوم الضأن أو إلى تقريبا 25 ألف دينار عراقي، بمعدل زيادة 35% برا ما كان سعر الكيلو غرام الواحد ينباع بمعدل 12 إلى 15 ألف دينار. هذا كله يفوق القدرة الشرائية للعائلات متوسطة الدخل، إضافة إلى يفوقها بأشواط لمعدومة الدخل، وترتفع بمعدلات الفقر والبطالة في عموم العراق. اللحوم اليوم تحولت من عنصر غذائي رئيسي خصوصا في شهر رمضان إلى عامل استنزاف لجيوب المواطنين المثقلين بهموم الحياة ومتطلباتها، حتى ينغص لهم استعداداتهم للشهر
الفضيل لشهر رمضان الكريم. بالفيديو اللي راح نشوفه عندنا مواطن يستعرض أسعار المواشي، واحدة من جوبات الخرفان أو الطليان أو المواشي في العاصمة العراقية بغداد، واللي يبين لنا بها أنه سعر الخروف الواحد وصل إلى 350 ألف دينار بالنسبة إلى خروف الصغيروني هالقدات اللي ما بيوزن كبير. تعال نشوف. هنا قطيع من الفحل قد العدد 30. عندك بين فطايم لو ما عندك؟ ما بين فطايم. 30 فحل الزوج 700 مو 750 العفو، يعامل على الزوج 750 ومو كلهن نفس الكبر يعني تقريبا يعني اكو اعلى يعني اكو افخم يعني بالوزن قصدي يعني مو وزن واحد. شلون واصلات عندك؟ 7000 واصلات 675 الف دينار. حلال ما شاء الله كلش حلو. اكسابه ايش قد تتراوح الاوزان؟ تقريبا يعني من اللي وين الاوزان تتراوح يعني؟ ماجد تقريبا يعني بالنسبه للواحد ماجد من ال 20 لحد ال 25؟ نعم من ال 20 لحد ال 25 كيلو. والاخ يعني مو حل بالاوزان بس اخوان قدامكم انتم. العراق بمين يلقيها؟ من العماله الاجنبيه، من الحكومه، من القرارات، من الغلاء، من الرعايه الاجتماعيه، من الطليان، ما تعرف مين يلقيها المواطن. المعلومات تتضارب والتبريرات يعني حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالعراق تتضارب، لكن مربين المواشي ومن يشتغل ببيع اللحوم اتفقوا أنه الحكومة هي المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. وعدنا أحد ناشطي محافظة النجف يسخر بطريقته الخاصة من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ونشر فيديو. بالفيديو استلم الخروف ودلله دلال من خلال تقديم الطعام بإيده ورا ما أصبح أشبه بالعملة الصعبة، مو المواطن مع الأسف هذا العزيز. أكل أكل يا حبيبي، مليون عافية. أكل الكيلو ب24، المهم راحتك وراحة الحكومة. اكل اكل مليون عافية، مرتاح مليون عافية. هني وماري هني وماري، مو المهم الشعب العراقي يشبع وياك اللحم غنم، المهم الغنم مرتاح يعلف ومرتاح. والكيلو ب24 ابو قرون، ولك ابو قرون اهم شي راحتك يا حبيبي. شوف 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 الوجه، شوف العيون، وعلى مرتاح سبع عوافي بقلبك ابو قرون. اكل وانت عيش، وما حد راح ياكل لحمك لان الشعب العراقي بعد ما ياكل لحم ما يذوقه ولا يشتمه. روح ابو قرون روح روح يا حبيبي، هني ومري هني ومري، بجال الله وجالك وجال الحكومه. لحم ماكو بعد، نعلم باللحم الشعب العراقي ب24 الكيلو. بزمن الحصار كان الشعب العراقي وصل إلى فترة من الفترات قام يجوع. السبب مو ماكو لحم، كانت ماكو فلوس، ولا الشعب العراقي كان فقرة، بس كانت الأموال العراقية محجوزة. فاضطرت الحكومة بذيك الفترة، الحكومة الدكتاتورية، أن تطبع ورق عملة على الورق. هذا الورق اللي أنا طابع عليه الحلقة اللي أنت تكتب عليه، مال كتاب، ما ورق عادي، ورق عادي، وأي جهاز استنساخ ملون كانت تنطبع عليه العملة. أي جهاز استنساخ ملون تقدر تطبع بيه 100 دينار و200 دينار و250 دينار بكيفك، وال50 دينار زين. فكانت فلوس ماكو، فكان اللحم شوية ناس تشوفه ثقيل، بس هسه فلوس اكو، ميزانيات انفجارية، شغل بالعراق. يا هو تحكي جاي يقول لك الشغل قيامة الله، تباوع السيارات اللي بالشارع تقول ما شاء الله العراق عايش بنعيم، تباوع المولات اللي جاي تنبني تقول العراق بنعيم،
تباوع على ملاعب كرة القدم اللي جاي تنبني تقول العراق بنعيم، تباوع على الميزانيات المخيفة لمحلات الملابس والمطاعم والكافيهات ومراكز المساج ومحلات الطرشي، تقول العراق بنعيم، بس توصل يم المواطن ومعدة المواطن شلون العراق بنعيم؟ مواطن شنو هو مواطن هذا؟ كأنما السياسيين هيك دا يحسسونه. ناس لما شافت اللي صار وسمعت بارتفاع أسعار اللحوم علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من جاسم الميالي، هو بس الفقير واقع بيها، شو مدريهم بالفقير ايش ياكل ايش يشرب؟ محمد الغزالي، هذا الواقف يمك سعره 700,000، رجاء لا تقلل قيمته، يعني فوق ما الناشط دا يسخر من الوضع اجا واحد عزلها كملها للسالفة. زيد القريشي، الحكومة لو تهتم للشعب يدعمون الفلاح بسبب جفاف الأنهر وعدم الدعم، الناس باعت حلالها، والذي لم يبع المصاريف غالية وأسعار العلف أسعار خيالية والمشتكى لله، ما تقدرون تدعمون الفلاح، افتحوا استيراد وسهلوا دخول الأغنام والأبقار من الخارج. يعني زيد القريشي هنا أراد يقول لكم أنه سبب ارتفاع أسعار اللحوم بالعراق هو بسبب عدم دعم الفلاح رقم واحد، بسبب جفاف الأنهر رقم اثنين، ثالثا الناس بلشت تبيع الحلال واللي ما باعه عنده مصاريف غالية وأسعار عالية، مثلا أسعار العلف عالية جدا. فنرجع ونقول الحكومة هي السبب. ومجيد أبو أحمد يقول غاندي حارب الاحتلال من خلال المقاطعة والشعب، إذا أراد محاربة الفاسدين والمستغلين فمن خلال مقاطعة الغلاء ومنها اللحوم وعدم شرائها. فكان هذا تعليق الناس على قضية ارتفاع أسعار اللحوم. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وتحياتي قناتكم العظيمة وجمهوركم العظيم. حياك وبياك. حياك الله أستاذ أفل. إحنا يعني سنة عن سنة، وهاي أكثر من 20 سنة، الضعف عندنا والفقر اللي قاعد يصير عندنا بالعراق يعني دي زاد نسبة العطالة ونسبة الفقر اللي عندنا كثرة من حكومات اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن. هذا سببها وجود عدم قيادة تحب يعني تحب شعبها وتحاول تفتح مجال العمل، مجال التطوع في كل الأمور اللي تخدم أن يكون لها دولة لها هيبة. هاي الهيبة تيجي من الشعب، والشعب من يكون يطلب حكومة بتعيينات يعني عنده شهادة يريد يتخرج بها، هذا يريد يخدم وطنه ويريد يخدم عائلته، ويريد أيضا نفس الوقت أن يكون إنسان مجتهد بحياته، تعتمد عليه الشعوب وتعتمد عليه يعني أمور كثيرة يعني من الحياة. فللأسف اليوم عندنا يعني العائلة العراقية عايشين أغلبيتهم عايشين على التكسيات أو عايشين على التكاتوك أو عايشين على الشنابر. يعني بوجود هذه الطبقة الفقيرة كثير عندنا من العوال، والعوال يعني كثير يعني متفارقة فيما معيشتهم فيما وضعهم الدخل المعاشي الشهري يتوارد لهم. الغلاء اللي قاعد يصير عندنا يعني غلاء يعني جدا مو ممكن، أن العائلة العايشة على يعني راتب الشهري الرعاية الاجتماعي 175 أو عايش على بوصية أنه يعني دخلها يوميا خلي يكون ربعها 20 إلى 25، هذه ما تخلي يعني عايش يعني بكرامة وما عايش بعزة. الحكومة وسلطة الأحزاب تعرف كثير من العراقيين قاعدين يعني عطالة بطالة، وتشوف قوات الشغب من يطلع المواطن اللي تعبان على نفسه ووصل إلى مرحلة طالب بأنه تعيين، هذا يردوه بالقتل والقمع. ليش؟ لأن هم كانوا ناس أستاذ أفل عايشين برا بالخارج، وكانوا عايشين مذلولين تحت أرحام الأجنبي وتحت أرحام الإيرانيين اللي كانوا مذلولين في ذاك الوقت قبل 2003. هاليوم دليل على أنه هاي الحكومة تريد تذل أبناء الشعب العراقي مثل ما كانت مذلولة. السبب ليش إحنا لازم تنفتح عندنا مصانع، تنفتح عندنا مزارع، تنفتح عندنا مستشفيات، بناء يحتاج إلنا بناء، مو بنونهم كم مجسر يعني ببغداد أو بالمحافظات 10 إلى 15 جسر. هاي كل جسر خلي يكون يعني أي عراقية فيها 100,000 العفو 100 يعني ما ممكن 1500 نفر
قاعد يشتغلون ويقولون احنا يعني حكومة خدماء واحنا العراقيين اللهم يحفظهم 40 مليون والله شنو يشتغلون كم جسد يسوون. هاي الامور ما تفيد ابناء الشعب العراقي ولا انه تخدعنا ولا انه تكون فت صورة بانه هي حكومة ولائية للشعب. للأسف لو كان حكومة ولائية لنفتحت المصانع لنفتحت المعامل. شكرا 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 لك ابو عموري واعتذر منك. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ افل انت نقول الغلاء مال اللحم هسه. نعم. الدعم للفلاح ما في كل دعم للفلاح. نعم. من تجي تقيس المزارع ما ماكو له كل دعم. تجي تقيس ابو الثروه الحيوانيه ماكو له كل دعم. نعم. من تجي تقيس قبل انت حق نرجع على قبل 2003. قبل 2003 المواطن عنده بطاقه تموينيه ياخذ حقوق كامله بالبطاقه التموينيه. نعم. كم ماذا ياخذ؟ من ضمن البطاقة التموينية أنا الآن اللي أحكيك كانت عندنا غنم وقطعناها الحمد لله والشكر. هم كان لنا دفتر بالبيطرة لنا شهريا نستلم علف كذا طن علف من الدولة. نعم. الدولة تدعمل أبو الغنم بأعلاف دكتور بيطري يعني خلينا نقول مثلا بالشهر يطلع نوبة أو نوبتين دكتور بيطري خاص من الدولة يطلع يكتب تلقيحات بتلقيحات يعني هاي وين راحت؟ نعم. يعني انت من تجي تقيس الاخر قبل السولف وياك يقول لك كانت عندنا عمله طبع يعني عمله طبع ورق عادي. نعم. ومشي الشغل ومشي وبقت حصار كان حيل العراق محاصر من كل الدول. نعم. يعني هسه هذا احنا اذا ينفتح هذا الشيء علينا ايران تخسر تركيا تخسر كلها تخسر. يعني هسه العراق صار ماكو بس مستهلك. نعم. لا يصنع ولا يصدق. هسه احنا ما نريد يصنع ويصدق. وقبلها طلع محمد الشاعر السوداني من يقول اريد الزراعه بالري التقني الحديث. يعني الري التقني الحديث جبته انت؟ ما جبته انت. انت ارجع على 2003 قبل 2003 المرشات هاي المرشات اللي يسمونها المرش الخريف. نعم. المرش الخريف كانت مكلفه على 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 الدوله السابقه. احنا ما نريد نجيب اسماء لان من نجيب اسماء اكو ناس تنغص. سعرها على الدوله 75 مليون. دوله صدام حسين تنطيها ب 12 مليون وقصف بخمس سنين. يعني شوف ايش قد حتخسر الدوله في سبيل تدعم الفلاح. زين عندك التلكتر الفورجسن الدبل اكسل. سعره 60 مليون. وينطي بقصة صدام حسين 7 ملايين للفلاح. يعني شوف ايش قد الدعم. يعني السنة هو على اساس يدعم كيمياوي من 800 صعد ثواب 1.8 مليون وما حد استلم من الفلاح. نعم. زين هاي وين الدعم؟ نعم. زين المصانع وين راحت المصانع؟ مصانع باتيات بابل، سيارات بابل، مصانع جلود، شنو هسه والله القصاب الجلد يذبه؟ ماكو له سوق. يعني جلد ما حد ياخذه. ليش قبل بالاحتلال عفوا بالحصار الجلد كان مرغوب وكان ياخذ له الجلد والجلد سعره 25,000 ذاك الوقت. نعم. يعني يلا هاي من جاي يحكمنا؟ جت ناس فاشله تحكمنا. الحكومه فاشله. نعم. والقضاء فاشل والقضاء مو عادل والحكومه مو عادله. يعني من تجي تقيس مع احتراماتي لك يجوز اطلع برا الموضوع. تجي على قاضي تجيب له شهود وياك اثنين يقول لك ها والله ما يكفون. أنا شاهد اثنين وما يكفي شو يجيب لك؟ مخو يجيب لك عشيرة؟ نعم. يعني هاي كلها هاي صارت ويا أنا على حكي وياك. نعم قال لنا يا من تجي تقيس على الأخر الحكة من يطلع أحد الظاهر أو حيطالب حقه. يعني قاضي من تحكي يقول لك ترى وقفك أسجنك. شنو وقفك أسجنك؟ نعم. يعني القاضي يجي حاقد على نفسه حاقد على حتى على نفسه. نعم. والقاضي من حيجي حيمشي على تعليمات مال السيادة. والقضاء المفروض هو أعلى شيء بالسلطة. نعم. بس ماكو هذا القضاء مسيس. نعم. شكرا لك ابو عبد الله. وراء حادثة سقوط سيارة من فوق جسر خالد بقضاء شط العرب محافظة البصرة واللي اتضح انه هي بسبب الاهمال لسياج الجسر وعدم وجود انارة بالجسر، صرح مدير الطرق والجسور بالمحافظة انه السياج الامني مطابق للمواصفات وما باي خلل ومو بسبب السياج كان الحادث. اجى علي احد المواطنين في محافظه البصره بالدليل بان السياج الامني ما له دخل لا من قريب ولا من بعيد بالمواصفات،
ويقول السياج الأمني السابق كان أقوى ومنع دبابة أن تسقط شط العرب أيام الحرب العراقية الإيرانية، والسياج الحالي ما وقف سيارة. تعالوا نشوف اللي قال المواطن. السياج الأمني اللي تفضل عليه كثير طرف الجسور البارحة ويقول أنه هذا السياج الأمني هو مطابق للمواصفات الفنية، فهاي الركائز بهاي الطريقة هاي زي ما تشوفوها متآكلة وغير قوية بحيث ما تتحمل أي حمل زائد. والبارحة أيضا أنا تكلمت على موضوع جدا مهم، قلت أنه السياج الأمني السابق بداية الحرب العراقية الإيرانية صد لدبابة وما خلاها توقع بالمياه، ومثل ما تشوفون اليوم سيارة خلي نقول أنه مسرعة لكن ما قدر يحميها. هذا السياج الأمني اللي المفروض أنه يكون مصد للحوادث، يمنع الحوادث. مو أنت إذا تريد تقارن الدبابة بالثمانينات ويا السيارة بالألفين وعشرين وفوق، لا السيارة أثقل فتوقع. يجوز الدبابة كانت كارتون، يجوز الدبابة كانت بلاستيك، يجوز الدبابة كانت ما محملة ذخائر. هسه يطلع لك واحد يقول لك الدبابة بها عدة وعتاد ومجموعة من الجنود، كانت بس سايق فكانت خفيفة الوزن، بها تكسر فواقعة. بس سيارة لا توقع، السياج مطابق للمواصفة. هن راسطات اثنين، ايش يحتاج للسياج؟ سياج المحجر ما الدرج بيتنا أقوى من هذا السياج، ويقول مطابق للمواصفات. طالبوا أهالي قضاء شط العرب أنه يوفرون إنارة للجسر وكاميرات وصيانة لسياج المتهالك حتى ما تتكرر الحوادث اللي تروح بها ضحايا. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه طريق دولي يربط بين مركز المدينة وقضاء شط العرب ومنفذ الشلامكي، ما يوجد به كاميرات. يعني ليش كاميرات ماكو؟ أضوية فاشلة، فسفور يعني ما بي، خط صد ما بي. يعني عجيب، يعني هذا جسر دولي، جسر خالد المعلق، ها كاميرات ما بي. بس لو اكو كاميرات لعرفنا شلون صار الحادث، ما عرف شلون صار الحادث. اليوم احنا سوينا وقفة احتجاجية بناء على الحادث المأساوي اللي تعرض له العائلة بجسر خالد. طبعا قصور واضح من قبل إدارة القضاء، قضاء مهمل تماما، يعني أرواح تزهق مرارا وتكرارا. فاحنا اليوم وقفنا لقراءة سورة الفاتحة على المتوفين، ونطالب السيد رئيس مجلس الوزراء فتح تحقيق، لأن هذا موضوع ما ممكن السكوت عنه. هاي مطالبات أهالي قضاء شط العرب. طبعا الموضوع على ما يبدو أنه قابل للتكرار، بس مو بالبصرة، بعاصمتنا الحبيبة بغداد. الموضوع شلون راح يتكرر؟ عندنا مواطن وثق لنا تهالك السياج مال جسر الشهداء بالعاصمة بغداد، وأنه هذا السياج معرض للسقوط بأي لحظة، وطالب الجهات المعنية أن تنظر الموضوع وصيانته بأسرع وقت ممكن حتى ما تتكرر كارثة سقوط سيارات المواطنين بحوادث أو سقوط السياج بأي لحظة لما يمشون المواطنين. ومن الممكن واحد كبير بالعمر، طفل متوجع السياج، واحد تعبان وتوجع السياج، ما نعرف. خلونا نشوف. هاي فائق العقابي يقول لك من تحكي شاهدك وياك، حتى لا تقول لا. هذا شنو؟ تفضلي. هذا جسر الأحرار، وهذا السياج مال جسر الأحرار. جد انفتح، تفضلوا. هذا الشط تشوه، هذا شنو؟ هذا الشط تشوه، وهذا السياج مال بعد اكثر. تفضلوا شوف الميلان مالته، وهذا ثقيل يا ناس، يا وزير الاسكان، يا حكومه، يوقع يلا ترتاحون. وكم واحد يوقع وياه يلا ترتاحون؟ هذا حكي هذا. وهذه بالمناسبة ما كان هالقد مفتوح هذه الشقين، وبعد كل غد همينه. زين ما طلعون لجانكم وتقولون دول الناس وين وصلوا وين راحوا؟
والله ما اعرف ما تهتمون لحال الشعب. طبعا هذا الجسر جسر الشهداء او الاحرار بسياج الاخضر وأعمدة الإنارة الخضراء كان واحد من أجمل الجسور في العاصمة العراقية بغداد. أما من محافظة القادسية قضاء عفك أو باللهجة الدارجة عفتش انتقد مواطن أحد الجسور اللي موجودة بالقضاء اللي بعدها قيد الاستخدام وهو جسر مرقع ترقيع مثل ما قال المواطن واللي وثقنا الفيديو. ليش مرقع ترقيع؟ بسبب كثرة الرقع الحديدية وبسبب الصيانات الترقيعية بعهد حكومات الفساد والإهمال. ويبين الفيديو جسر المستشفى بقضاء عفك وهو مرقع برقع من قطعة حديد بسنة 2024 اللي صارت معظم جسور العالم عبارة عن تحف تتفاخر بها الدول والبلدان. تحفتنا الجديدة الجميلة، تحفتنا المرقعة هاي. حد الآن يستخدم هذا الجسر المرقع في قضاء عفك المنكوبة التي حكمها المسؤولين خلال أكثر من 20 سنة. الجسر المرقع اللي دمر الوادي أذى السيارات، الجسر المرقع كم عدد هذه الرقعات في هذا الجسر؟ الجسر المرقع قيد الاستعمال والاستخدام في سنة 2024، الديوانية المنكوبة، الديوانية المدمرة، الديوانية المنهوبة. ما نسكت عن الديوانية المظلومة. خلي يسمع كل مسؤول وخلي يسمع المحافظ الجديد. الديوانية مدمرة، عفك مدمرة مهمولة خلال 20 سنة، ما قدموا لها شيء مسؤولينها. جسر مرقع بسنة 2024 جسر. بشرفكم منو بالعالم عنده هي الجسر؟ بس احنا دا تشوفون الانجاز. مو قال لكم عام 2024 عام الانجازات؟ بالشهر الثاني بشهر شباط قيدوها انجاز حكومة محمد الشاع السوداني، حكومة الاطار التنسيقي الموالي لايران، جسر مرقع برقع حديدية. ادري التاير تشوب لزدت رقع برقع، وحتى الرقع ما تاير تشوب لز يسموها رقعة حارة لان لازم يطلعها ويرقعها اوتي. يلا صير بي رقعة دائرية أو مربعة، شنو الموضوع؟ طبعاً على طار الرقع خليكم ويانا لأن راح نحكي برقعة غير هاي وراح تضحكون على الرقعة راح تشوفوها بعد شوية. أمير كاظم يقول المشكلة المسؤول يصعد على هالجسر بسيارته بس لا حياته لمن تنادي. وغازي أشم الربيع يقول عفج مدينة منكوبة، مدينة تراب خدمات بها تحت الصفر. وعلي المنصوري المفروض ينشئ سياج حديدي مشابه لما موجود في الطريق السريع وبالإمكان تثبيت الدعامات بواسطة الزرع، زرع بولتات كون الجسر مكتمل. والله عينونا يا مدير طرق وجسور عارف ايش يحكي الرجال. وأيضا علي كاظم الشمر يقول بالنسبة للحكومة أمر طبيعي غير مهتمة بأرواح المواطنين. فكان هذا تعليق الناس على قضية الجسور والطرق المرقعة. نطلع من تهالك الجسور، خلونا نروح إلى تهالك الطرق. ما راح نروح بعيد، جسر طريق وواحد، جسر معلق الطريق على القاع. البلد صار بكل شيء متهالك بسبب الأحزاب اللي حكمت هذا البلد، بسبب الأحزاب اللي مرت عليها وراء 2003، بسبب الأحزاب اللي حكمت 20 سنة ومشاريعها الوهمية والخيالية واللي كلها يتخللها فساد ورشاوي وبلاوي. حتى وصل الحال بمشاريع العراق أنه حال البنى التحتية بهذا البلد صارت متردية. نبدأ بمحافظة المثنى بهذا الملف. عندنا مواطن اللي يقول أنه هاي المدينة مدينة منكوبة حالها حال المدن العراقية. وثق لنا حال طريق الرابط بين السوير والكرامة المنبلط واللي سواق السيارات يتحاشون يمرون عليه ويضطرون أن يروحون إلى طرق ثانية. ليش؟ لأنه الطريق منبلط. يقولوا تكثر حوادث السير بشكل كبير بالعراق بسبب تردي الطرق، ووصلت إحصائيات الحوادث والقتلى بها إلى أرقام كبيرة ومرعبة بسبب رداءة الطرق وعدم تنظيمها وتنظيم السير بها. بال 2024 شارع بالعراق منبلط. تعالوا نشوف السواق حالياً يذهبون على
الشارع من الجانب الأيمن والجانب الأيسر خوفا على سياراتهم من سوء حال الطريق. وكما تشاهدون هذا حال الطريق الرابط والطريق الحيوي. واحد يصح لي محمد العلبوسي ويقول له خوي من بنيت بيتك اللي يشبه قصور السلاطين تقبل الشارع اللي مر لبيتك من بلاط ابو مازن مشعان الجبوري هادي العامري قيقو ابو الاصلاح ايوه نور المالكي سليم الجبوري اي واحد جيبوا لي اي واحد من هذول جيبوا لي اي واحد من هالحراميه اللي حكموا البلد من 2003 لليوم بالبرلمان بالقضاء بالوزراء بالمحافظات اي حرامي من 2003 لليوم اللي يلزم او شايل جواز بالماسي عدا الرياضيين والفنانين وغيرهم قل لي تقبل بيتك الشارع اللي قباله من بلط انتوا اذا ترشحون انتخابات مجلس بلديه تبلطون شوارع اما الحال بالعراق نطلع من المثنى ونروح الى المثنى ما نطلع من أده مواطن يوثق لنا الحال المتردي لطريق المملحة المعامل اللي تسلك منه عجلات الحمل الثقيلة بشكل يومي يوثق لنا مفاصل جسر دفنوها رمل رقعوها بتايرات قديمة مع سيارات استغرب من جدوى هاي الصيانة ومن الخبير اللي فكر بهذا الحل والمهندس الفذ اللي نفذ هذا الحل اكو جسر حاط له تايرات بالله اكو جسر حاط له تايرات صبه ويرضى هذا رضا شيش طالع ماكو لا حصير ولا شيء لا تبليط ولا زيت ولا كش طالع الشيش شفت ليش شوي المقاول هذا وين خويا عليك يا فوق البلدية الشيش طالع لأنه من تثلج الدنيا حتى التاير يلزم السيارات ما تزحلق هاي رقم واحد رقم اثنين شايفين هاي الفواصل الحديدية اللي صايرة هيك اللي محطوطة بالجسور أكو فاصل حديدي كل جسر باثنين ثلاثة أربعة هذا الفاصل بفتحة كنا صغار بابا من نركب بابا شنو هاي الطقة اللي صير شنو هذا اللي شنو فايته هذا ما تمدد وتقلص وحرارة عالية وحرارة ناصية فالجير حتى من يتمدد ويتقلص حتى الجسر لا ينكسر لا ينفطر لا يوقع يفكرون بيها يخلون هذا حاجز جابوا تاير يقول لك ربل احترت الدنيا مط بردت الدنيا كش فضيناها ناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق موجود ويانا من أبو أحمد الزهري كل هذا هو نتيجة طبيعية عندما يكون المحافظ غير كفؤ وغير نزيه وغير مخلص الحقوق حيدر كاظم المملحة المركز الاقتصادي الصناعي والزراعي للمحافظة وتحتاج إلى الكثير من الخدمات ومن أهمها الشوارع الرئيسية بها إيهاب هادي عندكم علم صاحب التريلا من يروح يجدد سنوية قبل يدفع مبلغ قدره 350 ألف طرق وجسور هاي المبالغ وين تروح وانتو حسبوا كم تريلا تمر يومية على الطريق وصادق عبد هسه هم خلي يسوون مركز المدينة حلو خلوا فرجة لأمة محمد ضحكة والدنيا علينا وعود الله كريم المملحة نافذة أنت ترى اللي الناس تشوفها أسفل الشاشة تقدرون تتواصلون ويانا دزولنا أهالي الإسكندرية حال متردي للشارع اللي يربط المنطقتين الثالثة والرابعة خلونا نشوف هذا الحال طبعا هذا الشارع رئيسي بين منطقة الثالثة منطقة الرابعة وباتجاه منطقة الثانية شوفوا الشارع شلونه بس باعوا وتحكموا أنا ما أحكي زين هاي مدارس هنا دوامات راح تبدي من الأسبوع القادم زين ها لحد الآن لا معالجة لا إكساء لا ترميم يعني العالم قام يجيبون تراب وهذا ويطمون بالنقر العالم يعني بشرف الحكومة صارت يعني الناس البسطاء هاك تفضل شوف البحيرات هاي ايش صارها من مطرت كت أيام شوف لحد الآن مهم راكد بواري مكسرة مع المجاري مكسور وهاي نفس الحالة زين هاك تفضل
شوف شوف الشارع تشوفون وتتحكمون باوع اوكي نمشي بشارعكم هذا الشارع مع البشر نمشي احنا بال 2024 نمشي هذا الشارع يا اسلام يا امه المسلمين اجوا هسه ما نقدر نحكي غير حكي ترى كافي كافي مله العالم عمي ناشد ماكو هاي يا مناشده احسبوها هاي بس انا يمكن 12 من 13 مناشده غيري وغيري وغيري كلها ناشده هذا حال ناحيه الاسكندريه شفتوا حال الطرق والجسور اليوم بالعراق بس احلى طريقه لما نمرقعيها بتاير رساله وحيده وصلتني من الواتساب تقول قائد شرطه البصره لمحارب اجبار منتسبي وزاره الداخليه لدفع مبلغ 5000 دينار حتى يشترون الشعار الجديد مال بيريه العسكريه ما شاء الله حتى الجندي مجبور نلتقيكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج صوتكم باذنه تعالى عقب باكر الجمعه في امان الله.